لكن بسبب أحوال هؤلاء الناس ما دخلوا قرية إلا أفسدوها. عشان كده يجي ده ينط يقول مناظرة مزمل لحامد الدجال يقول ده إفساد. وين الإفساد؟ وين الإفساد؟ الغريبة المسجد اللي استشهد به مسجد قرية أم تلاتة اللي استشهد به ذاته وقال ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، المسجد ده كان ماسكينه الصوفية ومستولين عليه تماما. ربنا سبحانه وتعالى أراد المناظرة قامت فيه وانكسر فيها حامد. أنتوا عارفين الآن المسجد ده يوما علينا ده ماسكينه أخواننا وبيدرسوا فيه كتاب التوحيد. هل هذا الإفساد يا ابن عطاء الله؟ يا ابن عطاء الله ده الإفساد؟ الإفساد إنه يتحول المسجد ويدرس فيه كتاب التوحيد ده الإفساد؟ والحمد لله أنا قاعد أقابل الشباب ديل بعرف منهم الكثير من الشباب الفضلاء من أولاد القرية دي ذاتهم ثلاثة قاعد أقابلهم في المنطقة، والله ما شاء الله منهم كثير استقام على الدعوة وعرفوه وحبوا الدعوه ويدافعوا عنا، بل بقينا احنا ولم نمشي ماسكيننا اولاد الحله براهم، والبيدرس من اولاد الحله ولا بيجي واحد من برا، مين اولاد الحله؟ بدرس كتاب التوحيد هنا. هل هذا الافساد؟ لو كان ده الافساد وطاعتك اصبحت يا ابن عطاء الله.